قالت مشكلة إخراج القوات والمرتزقة الأجانب من البلاد تشكل تحدياً حقيقياً، وندعو في هذا الخصوص المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته لدعم الجهود الجارية في هذا الشأن. وعبر هذا المنبر أعلن على الإطلاق دعوة تتضمن عدداً من العناصر والخطوات التي تهدف إلى الحفاظ على العملية السياسية وتجنب البلاد الدخول في تعقيدات أزمة جديدة. ترتكز دعوتنا إلى اجتماع الأطراف المعنية ممثلة في قيادات المؤسسات السياسية والعسكرية المعنية لتسيير الوصول إلى توافق حول ضمانات فاعلة للحفاظ على العملية السياسية وإجراء انتخابات آمنة وشفافة ونزيهة ومقبولة النتائج. العمل على هذا المسار يستلزم بالدرجة الأولى تنازلاً من الجميع.